ينضم إلينا عبر سكايب من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب البتريوت الأوكرانية. يعني بعد التحية، ما هو تأثير هذا القرار، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء صندوق حكومي وهذا لدعم المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا على الوضع الميداني وأيضا السياسي؟ طبعا الأمور التي تسير في روسيا لا تخصنا كثيرا كأوكران، ولكن من وجهة نظري الشخصية أنا القرار هذا لبوتين من أجل أن يرفع الروح القتالية للجنود، لأن الجنود يشاركون في الحرب ولا يعلموا لماذا هم يحاربون في أوكرانيا. لا يوجد عندهم روح قتالية، يوجد عندهم خسارة، ولا يوجد عندهم أي إمكانيات للتقدم والاستمرار في هذه المعركة. وبالتالي بوتين يريد أن يحفظ ماء وجهه من أجل الحفاظ على الجنود والروح القتالية لهم، ويريد أن يساعدهم، ممكن من هذا المنطلق لا أكثر من ذلك. نعم، أيضا يعني كيف يمكن تفسير تسليح القوات المحمولة جوا وهي توس 1A الروسية بأنظمة قاذفة اللهب واستخدامها في العملية العسكرية بأوكرانيا؟ طبعا بالنسبة لروسيا، يعني روسيا تستعمل كل مخزونها العسكري هناك والأسلحة المتطورة والغير متطورة. في الفترة الأخيرة نحن نشهد أن الاستعمال للأسلحة القديمة موجودة في أرض المعركة وهي لا تصلح، وبالتالي هو يحاول أن يستعمل أسلحة نوعية مثل الأسلحة النوعية والقنابل هذه الذكية لاستعمالها في الحرب، وهو أيضا يستعملها، يعني يستعمل الفسفور غير ذلك، ويستعمل الصواريخ البالستية والصواريخ الأعلى من سرعة فوق الصوت وفوق صوتية، وبالتالي هو يستعمل كل شيء غير النووي على أرض أوكرانيا، وبالتالي هم في حالة هجوم على أوكرانيا. ولكن في فشل ذريع عند الروس، بداية شهر أبريل 4 الجاري كان المفروض أنهم يطلعوا على الحدود الإدارية لمنطقة دانييسك والدنباس، ولكن لم يتقدموا غير 6 كيلومترات، وخسروا أكثر من 40,000 جندي خلال شهر مارس 3 الشهر السابق. يعني ما تأثير الهجمات الإرهابية في روسيا على الموقف الداخلي والدولي تجاه الحرب في أوكرانيا؟ أختي الكريمة، بالنسبة للانفجارات التي تصير في روسيا وبالذات في مدينة محصنة كمدينة بطرسبورغ، تم اغتيال صحفي هناك، هذا بالنسبة لروسيا شيء طبيعي جدا. قتل الأصوات التي ترفع، هم يقولون أنه كان مع الحكومة، ولكن نحن نعلم جيدا أنه تم تصفيته من قبل الاستخبارات الروسية، لأن روسيا لا تريد المعارضين، لا تريد الكلام الحر هناك، وبالتالي هم أخذوها كذريعة، هم تخلصوا من شخص غير مرغوب فيه هناك، وهم يقولون أن هذه ممكن من أعمال الأوكران، ولكن تأكد تماما هذه تصفيات داخلية مشاكل روسية. ولم نستغرب في المستقبل أن رئيس شركة فاغنر يتم تصفيته قريبا، لأنه يتكلم كثيرا، وبالتالي المشاكل داخلية وهم يستغلونها للحرب ضد أوكرانيا، ولكن الكل يعلم أن هذه تصفية ما بين المعارضة. نعم، يعني ما هي توقعاتك لنتائج زيارة نائب المستشار الألماني روبرت هايتك إلى أوكرانيا ومناقشة ملفات الإعمار والطاقة؟ ألمانيا في الفترة الأخيرة ترفع من سقف مساعداتها إلى أوكرانيا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية أيضا. كانت المفروض من المساعدات الألمانية هي 2 مليار يورو، ولكن تم رفعها إلى 15 مليار يورو، منها مساعدات عسكرية ومنها للإصلاح اقتصاديا، وبالتالي هذه ضمن المساعدات المستمرة لصمود أوكرانيا في مواجهة العداء ضد روسيا. وبعتقد أنه في عدة بلدات ومدن في أوكرانيا يتم إصلاح البنايات التي تم تفجيرها أو تدميرها من قبل الجيش الروسي، وتم إعادة ترميم البنية التحتية والشوارع وما غير ذلك والمستشفيات، وبالتالي هذه كلها ضمن المساعدات التي ألمانيا تقدمها لأوكرانيا. وأنا بعتقد أنه يعني مش راح تبقى الزيارة الأخيرة، ولكن سوف يكون زيارات من دول أخرى في أوروبا لمساعدة إعمار أوكرانيا في الوقت الحالي.
أيضا يعني ما هي أهمية زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بولندا، وما هي توقعات بشأن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه الجانب البولندي لأوكرانيا؟ صراحة أختي الكريمة، بولندا من بداية الحرب وهي قلبا وقالبا مع الشعب الأوكراني وتساعده اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا أيضا. تم اتخاذ قرار أنه يتم عمل حدود مشتركة ما بين أوكرانيا وبولندا، ما بين أوكرانيا وبولندا، وسوف ينتشر هذا إلى الدول الأخرى الذين هم حول أوكرانيا. ولكن تداعيات هذه الزيارة ب 5/4 أبريل الشهر هذا لزيلينسكي هي معنوية للشعب الأوكراني وأيضا للشعب البولندي، أنه في تعاون وفي أخوة وفي دعم كبير بالفعل من قبل البولنديين. ونحن نأمل يعني من هذه الزيارة أن نستلم أسلحة أكثر من ذلك، لأنه بالفعل بولندا تم تسليم لأوكرانيا الدبابات، وأيضا تم تسليم الطائرات والمدرعات والمدفعيات والراجمات، وبالتالي هذه الزيارة أيضا تستمر من خلال المساعدات اللانهائية من قبل بولندا للشعب الأوكراني. ما هي التداعيات المحتملة للأحداث الجارية على الأمن والاستقرار أيضا الإقليمي والدولي في المستقبل القريب وأيضا البعيد؟ زيارة زيلينسكي لبولندا تداعيات، يعني نحن نرى كيف روسيا تهدد باستعمال السلاح النووي، هذا ابتزاز من الناحية الروسية، في تهديد للمنطقة. ولكن حسب ما نرى يعني والأحداث الواقع على الأرض الواقع، المعارك سوف تنتهي في مناطق الشرق لأن روسيا لا تستطيع التقدم، ولكن في تداعيات كبيرة من حيث منع الحذران الطيران هنا وعدم الزراعة في الأراضي، وبالتالي المنطقة تتجه إلى يعني إلى مراحل خطيرة جدا وتحولية، بالذات بعد دخول فنلندا إلى مناطق الناتو وتهديد روسيا بنشر الصواريخ النووية في بيلاروسيا، روسيا البيضاء، وهذا يؤدي إلى إرسال المنطقة إلى يعني نتائج غير جيدة للجميع في أوروبا وفي روسيا وفي أوكرانيا أيضا. أيضا ما هي العوامل التي تقف وراء استمرار النزاع في أوكرانيا رغم الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي؟ ألو، نعم، كنت أسأل حضرتك عن العوامل التي تقف وراء استمرار النزاع في أوكرانيا رغم الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي. أختي الكريمة، بالنسبة للجهود الدولية لإيجاد حل سلمي، نحن كأوكران لا نرى أي مبادرة جدية من قبل أي دولة في العالم تريد أن تعمل محادثات سلام أو تساعد الأوكران على حل هذه المشكلة. يعني لا يوجد أي يعني لا المبادرة الصينية ولا المبادرات التركية ولا أي دولة في العالم تطرح لنا أي مبادرة، وبالتالي لا يوجد أي أفق للمحادثات السلمية. الآن الكلام والحل هو على الأرض الواقع، أرض المعركة. نحن ننتظر معركة ما بعد الربيع والهجوم المضاد، وبعدها سوف يتم تحديد السياسة الأوكرانية إلى أين نتجه، هل نتجه إلى المفاوضات أو نتجه إلى تحرير جميع الأراضي الأوكرانية التي تم احتلالها في عام 2014 أيضا. نعم، دكتور رامي أبو شمسية من كييف، ابقى معنا وننتقل الآن إلى العاصمة الروسية موسكو عبر سكايب مع دكتور سمير أيوب الخبير المتخصص في الشأن الروسي والكاتب والباحث السياسي. يعني بعد التحية، ما هي قراءتك وما هو تأثير قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء صندوق حكومي لدعم المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا على الوضع الميداني والسياسي في المنطقة؟ أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني الحقيقة الحكومة الروسية وقيادة الرئيس بوتين منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قامت بعدة إجراءات من أجل أن تساعد كل المساهمين والمشاركين في هذه العملية وتعطيهم امتيازات أكثر من باقي أفراد حتى الجيش الذين لا يشاركون في هذه العملية العسكرية. هذا أولا من شأنه أن يطمئن هؤلاء الجنود وهؤلاء المشاركين
بأن عوائلهم وأن أوضاعهم يعني يمكن أن تكون بخير، ولا يمكن أن يعني يراودهم أي شكوك بأن الأوضاع يمكن أن تسوء أو أن أوضاعهم يمكن أن تكون يعني ليس على ما يرام. لهذا السبب هذا شيء طبيعي في كل أي يعني في أي دولة وفي أي حرب يمكن أن تقدم امتيازات وحوافز لكل من يريد المشاركة، وخاصة أن هذه الحرب يعني هناك متطوعون، وهناك كانت دعوة في العام الماضي يعني لاستدعاء احتياط جدد. لهذا السبب هذا كله يساعد ويرفع من المعنويات ويؤدي يعني ويمكن أن يحفز المشاركين على الاستمرار في هذه العملية بمعنويات عالية، وخاصة أن الوضع الاقتصادي في روسيا لا يزال نوعا ما يعني جيد، ويمكن أن تساهم الحكومة الروسية من إيرادات الدولة ومن تبرعات العديد من الشركات والمواطنين في دعم هؤلاء المشاركين. يعني ليس فقط الحكومة الروسية بشكل رسمي تساعد، وإنما هناك العديد من المتبرعين من أفراد الشعب الروسي، من المؤسسات المالية، من المؤسسات الخاصة والمؤسسات العاملة، كل الجميع في روسيا يشارك في هذه العملية، وإن لم يكن بطريقة مباشرة عبر ما يمكن أو ما يستطيع تقديمه، إما عن طريق التبرعات أو عن طريق أي دعم آخر يمكن أن يساهم. يعني هذا أيضا هناك مشاركة كبيرة من آلاف الأطباء الذين تطوعوا للمساعدة، هناك العديد من المؤسسات التموينية أيضا تساعد في هذه المسألة. لذلك هذا يعني دعم وطني، وكل ما يحدث الآن الشعب الروسي يعتبرها حرب وطنية يعني ضد العدوان الذي يعني قام به حلف الناتو، ولكن للأسف كانت هي أوكرانيا الساحة. هذه معركة حاسمة بالنسبة لروسيا. لكن ما تأثير الهجمات الإرهابية في روسيا على الموقف الداخلي والدولي تجاه الحرب في أوكرانيا؟ يعني دائما نلاحظ أنه كلما تقع عملية إرهابية نلاحظ التفاف أكثر حول القيادة الروسية، وهناك تأكيد على صوابية القرار التي اتخذته. يعني هذه العمليات الإرهابية تشبه العمليات التي كانت تحصل عندما كان إرهابيو داعش أو إرهابيون المتطرفون القيام بها في داخل الأراضي الروسية. الآن معظم هذه العمليات تقوم بها أجهزة المخابرات الأوكرانية، وهم يعني وخاصة الأشخاص المستهدفين لديهم أدوار ولديهم يعني نعم أدوار في هذه العملية، خاصة أن الذي قتل هو صحافي عسكري وليس جندي. يعني لذلك أعتقد أن روسيا الآن يمكن أن تقوم برد في المستقبل، ويمكن أن يكون الرد قريب بضرب مراكز حساسة، بضرب بنى تحتية للجيش الأوكراني. الشعب الروسي يعني إذا كان في بداية العملية يعني كان بعض أطياف الشعب الروسي في بداية العملية تحفظوا على هذه لكونهم كانوا يعتقدون أنه بالإمكان حل هذه المسألة سلميا، لكن بعد اعتماد العمليات الإرهابية يعني حصلت عمليات عديدة في شبه جزيرة القرم، عملية اغتيال داريا دودينا، وهناك يعني العشرات من العمليات تم إحباطها. يعني هناك محاولات كانت لضرب طائرات مدنية، وتم اكتشاف المجموعات والصواريخ مضادة للطائرات قرب أحد المطارات. لذلك هذه العمليات التي تقع يمكن أن تكون نسبة ضئيلة جدا من العمليات التي يتم اكتشافها، وخاصة في المدن المحاذية للحدود الأوكرانية، مما يؤكد أن هذه العمليات هي منسقة ومنظمة وموجهة من المخابرات الأوكرانية، ويمكن أن تكون من أعلى مراكز السلطة في كييف وبموافقة الدول الداعمة لكييف، يعني بتقديري حتى الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة مخابراتها على علم بكل هذه العمليات. نعم، يعني ابقى معنا دكتور سمير أيوب على الهواء الآن مباشرة، وننتقل مرة أخرى إلى دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت الأوكراني. يعني كنا نتحدث منذ قليل، و أريد أيضا معرفة المزيد من حضرتك في اعتقادك عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل التأثير على العقوبات وتقلبات أسعار النفط قد تلعب أيضا دورا في تغيير موازين القوى بين روسيا وأوكرانيا، ما هي وجهة نظر حضرتك؟ في البداية قبل ما أجاوبك على سؤالك اسمحي لي أرد على الأخ اللي كان يتكلم من روسيا حاليا أنه يتهم الاستخبارات المخابرات الأوكرانية اللي في العمل الإرهابي التي تم في مدينة بطرسبورغ، المدينة المحصنة البعيدة جدا
عن الحدود الأوكرانية، وبالتالي هذا السؤال يرجع للاستخبارات الروسية، وهي عملية تصفية ما بين الصحفيين الذين يتكلمون وينتقدون السلطة الروسية. لقد تم تصفية نيمسوف هذا المعارض الذي كان يتكلم بشكل واضح على أفعال بوتين، كيف يتم الضغط على المعارضة وعدم عمل إصلاحات، وبالتالي هذا الصحفي الذي قتل في روسيا 100% نتيجة يعني تصفية داخلية وليس الاستخبارات الروسية الأوكرانية. أوكرانيا يوجد لديها عمل كثير على أراضي أوكرانيا، وفي هناك عملاء وجواسيس موجودين. طبعا أوكرانيا ستقوم بتصفيتهم وتصفيهم، ولكن هذا على الأراضي الأوكرانية، ولم تنقل الحرب إلى الأراضي الروسية. ولكن نحن نرى القصص الكثيرة الكثيرة من الطرف الروسي ومن الأصدقاء الذين هناك يعملون ضمن الصحافة ويتهمون الأوكران. ولكن يعني أنا سمعت من الكلام الأخ الكريم أنه يقول أن روسيا تدافع عن معركة وجود بالنسبة لروسيا. روسيا التي كانت تريد أن تحتل كييف خلال 3 أيام، ثاني أكبر جيش في العالم، الآن تدافع عن وجودها. عن ماذا تتكلمون؟ عن أي دولة عظمى؟ آسف جدا إذا أنا تكلمت بحرارة، ولكن بالفعل نحن كأوكران هنا نشعر الضغط، نشعر كيف يقتلون الروس، يقصفون المدن والطائرات بالطائرات، المستشفيات، المراكز الأطفال، وبالتالي نحن هنا تحت القنابل الروسية، تحت رحمة الروس، ولكن تأكد تماما سوف تنهار روسيا. وهذا بالنسبة لسؤالك أنت أختي الكريمة بما يخص النفط. اليوم أوروبا تخلت كاملة عن النفط الروسي والغاز الروسي، وهذه بالنسبة لروسيا ضربة قوية جدا اقتصاديا. اليوم الصين تشتري النفط والغاز بأسعار زاهدة من روسيا، وهذا يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الروسي. وقال ضيفك الكريم من روسيا أن الاقتصاد الروسي جيدا بعض الشيء، ولكن العقوبات التي تمت على روسيا سوف نجد لها رنين، ونجد كيف نتائجها في النصف الثاني من هذا العام، لأنه هناك في عقوبات كبيرة وتم توسيع العقوبات، وبالتالي المشاكل الاقتصادية سوف تكون في روسيا. بما يخص النفط أسعار عالميا بالنسبة للأوكران هذا لا يؤثر عليهم بأي شيء. أوكران تتلقى المساعدات لأنها تدافع عن أراضيها، وكل الدول الحرة الموجودين في العالم مع الاحتفاظ على بعض الدول التي هي بالأحرى احتلت الدول العربية، مثلا مثل أمريكا لما احتلت العراق أو سوريا أو أمور زي هيك، ولكن الدول الحرة بشكل عام تدعم أوكرانيا، لأن أوكرانيا هي بحاجة إلى الدعم الاقتصادي لكي تستطيع الوقوف أمام هذا الجيش الغاشم الذي يتم قتل الناس والبشر والحجر واحتلال أراضيها. نعم، من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت الأوكراني، كنت معنا على الهواء مباشرة عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا. عودة مرة أخرى إلى موسكو عبر سكايب مع دكتور سمير أيوب، الخبير المتخصص في الشأن الروسي والكاتب والباحث السياسي. يعني تعليق أخير من حضرتك. نعم، يعني أود أن أعلق على ما تقدم به تخصهم ولا علاقة لها للسلطات الرسمية بهذه العملية. ثانيا، عملية اغتيال داريا دودينا تم اكتشاف المنظمين والمنفذين وتم تصويرهم. نعم، يعني يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. من موسكو عبر سكايب دكتور سمير أيوب، الخبير المتخصص في الشأن الروسي والكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا.